فايه مش عارفه اتكلموا بشخصيتك ممكن نتكلم النهاردة عن أنواع المقاومات. في مقاومات ثابتة، مقاومات متغيرة، ليهم ثلاث طرق توصيل في الدائرة الكهربية. في طريق التوصيل على التوالي، طريق التوصيل على التوازي، طريق التوصيل على التضاف. تمام. طريقة التوصيل على التوالي احنا خدنا لها قانون، احنا لما كنا نحسب المقاومة الكلية كنا بنقول ان R total بتساوي R1 زائد R2 وعلى حسب عدد المقاومات اللي موجودة في الدائرة. لو مقاومات متوصلة على التوازي خدنا لها برضو القانون ان لو عايز احسب المقاومة الكلية هقول 1 على R total هتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 وعلى حسب برضو عدد المقاومات اللي موجودة في الدائرة. وعرفنا برضو بيبقى فيه جدول للألوان لو احنا عايزين نحسب المقاومة بطريقة عملية، ان من اول اسود وبني واحمر وبرتقالي وكل لون بيبقى ليه رقم خاص بيه وبيبقى فيه عندي نسبة خطأ اقدر احسب بيها. اطلعوا برا يعني على صوتي وقت اليوم قمت اوطروني ماما يعني بعد ما خلاص كسرت الحتة. لان انت كده كده لازم تواجه. انا عندي حاجتين لفتوا نظر. الاول خالص اللي انت الريبورت اللي انت هتعملوه كان صهيب صوته واطي، صهيب صوته ايه؟ واطي، بس الدفعه اللي جواه والغشم اللي كان جواه من قبل كده اتشال، فبقى في هدوء، بقى في ايه؟ اذا بقى في تغيير. اما بالنسبه لعيد يعني هو عيد من الشخصيات اللي هي قليله، محترم، مؤدب، كيوت، هادي، اخلاق، متربي. يعني انا صعب ان انا ابدا شخصيتي، كنت الاول شويه هو راجل محترم يعني ده ما يزعلش مراته، هو مؤدب شكل. بس الدفعه اللي جواه هو احنا لازم نتحرك لان الدنيا وحشه، مش هروح لغايه المنطقه دي، لازم يكون في الدين. يعني انا كاره المكان وكاره ان انا خليت مش عارف ايه، بس لازم يكون في ايه؟ في الدين. انتوا معايا؟ اذا دفعه الامل والنشاط اللي جواه ان هو يغير يبقى حاجه قدام، انا لازم اتغير عشان اعيش. لازم اتغير عشان ايه؟ اعيش، صح ولا لا؟ اللي عاجبني قوي بقى زيزو ليه؟ لان اليوم مقفول، جيت اغسل وشي مفيش ميه، الدنيا مقفوله صح؟ اليوم باين من اوله اسود زي وش الشعر. خلاص هو مقفول، اليوم ايه؟ ان انت تقدر تبدل اليوم من مقفول لغير مقفول، انا ما زلت بخبرتي لغايه النهارده ساعات ما بقدرش اسيطر من كتر الشغل وبتاعتي. يعني احيانا لغايه النهارده اليوم بيبقى مقفول معايا، لو اي حد قابلني في اليوم ده من اوله هيبقى يوم اسود. خلاص هي قافله معايا. الجمال بقى ان انت بتاخد الموجه السواد دي وتلفها الموجه حلوه، هو ده بدايه اليوم كويس. خلاص هو ده بدايه اليوم الايه؟ كويس. صح؟ صح. اسمك ايه؟ الفايده. الفايده؟